إذن لمتابعة الجانب الصحي والإنساني في قطاع غزة ينضم إلينا من رام الله المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل. أهلا بك معنا سيد أحمد. يعني تابعنا آخر التطورات واستهداف للمستشفى مستشفى الشفاء، وهنالك كانت أخبار قبل قليل تتحدث أن الطائرات الإسرائيلية تقصف الطابق الخامس في مستشفى الشفاء في قطاع غزة. تطلعنا على التفاصيل وإلى أين وصلت الأمور في هذا يعني في هذه المسألة بالتحديد؟ كان صحيح، الآن جيش الاحتلال يشن حملة على المستشفيات بشكل كامل. قبل قليل وصف العيادات الخارجية كما شاهدتم لمستشفى الشفاء، وهذا مقدمة لقصف كامل المستشفى أو أكبر مستشفيات قطاع غزة. يوجد فيه آلاف من المصابين وآلاف من النازحين الذين هربوا إلى المستشفى للاحتمال من القصف داخل المستشفى. نتحدث عن المستشفى الرنتيسي، أيضا بالأمس تم قصفه مستشفى العودة. نحن الآن فقدنا الاتصال مع زملائنا في قطاع غزة الذين نعم سيد أحمد. طيب إذن يبدو أن فقدنا الاتصال مع سيد أحمد، سنعود إليه في حال جهوزيته. إذن منذ بداية الحرب في غزة ألقت الولايات المتحدة بثقلها لدعم حليفتها إسرائيل بالعتاد والسلاح والذخائر. من هذه الأسلحة المسيرة الانتحارية سويتش بليد 600. التفاصيل مع زميل أمين أدزيري. بعد قنابل سبايس الذكية والتي وافق الكونغرس على تزويد الجيش الإسرائيلي بها في إطار دعم واشنطن المستمر لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب طالبت من الولايات المتحدة بشراء 200 مسيرة انتحارية من طراز سويتش بليد 600. هيئة البث أوضحت أن مسيرة سويتش بليد 600 تمتلك كاميرا متطورة وبإمكانها حمل كمية من المواد المتفجرة، ولديها القدرة على استقبال المعلومات من الطائرات بدون طيار القريبة. الحديث عن إرسال واشنطن لهذه الطائرات والتي أطلق عليها اسم المسيرات الانتحارية أو الكاميكازي بدأ منذ السنة الماضية، إلا أن إسرائيل طلبت من حليفتها الاستعجال بإرسال هذه الطائرات لتقوم بدور يعجز العتاد العسكري الإسرائيلي الحالي على القيام به بحسب محللين. وبالعودة لسبب تسمية هذه المسيرات بالكاميكازي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المسؤولين العسكريين يطلقون على طائرة سويتش بليد اسم درون كاميكازي لقدرتها على الطيران باتجاه الهدف وتدمير نفسها ما أن تصيب هدفها وتنفجر مثل طائرات الكاميكازي اليابانية والتي استخدمت في الحرب العالمية الثانية. ويبلغ وزن طائرة سويتش بليد 600 حوالي 50 باوندًا، وبإمكانها الطيران لمدة 40 دقيقة ضمن نطاق 25 ميلاً، كما تشير التقارير إلى أن هذه الطائرات يمكنها التحليق بسرعة 65 ميلاً في الساعة. وهذه الطائرات مزودة بكاميرات وأنظمة توجيه متقدمة، وهي تستخدم لمرة واحدة، مما يعني أنها تنفجر بعد إصابة هدفها ولا يمكن استردادها بعد إطلاقها. وتطلق هذه المسيرات مثل قذيفة هاون، سواء من منصات جوية أو بحرية أو حتى أرضية، وتعطي تسجيل فيديو من أجل استهداف دقيق ولتجنب الأضرار الجانبية. إذن بالعودة لضيفنا من رام الله المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، يعني وتابعنا أيضا هذا التقرير باستخدام أسلحة مسيرة انتحارية التي تستهدف أيضا الغزيين مع استمرار القصف طبعا من قبل الجيش الإسرائيلي، كل ذلك إذن يؤدي إلى المزيد من الكوارث. كنت تتحدث معنا سيد أحمد حول كادركم وإلى ما آلت إليه الأوضاع بأنكم فقدتم الاتصال مع كادركم هناك. نعم صحيح، مستشفى القدس هو الآن الطرق كلها المؤدية إلى المستشفى مغلقة بشكل كامل، حتى الاتصالات مع زملائنا في قطاع غزة بدأنا نفقدها بشكل كامل. الوضع يزداد خطورة على طواقمنا التي تعمل في الميدان، سيارات الإسعاف بدأ الوقود ينفد منها، إضافة إلى تقطع الطرق وعدم الوصول إلى مناطق القصف بسبب
تدمير البنية التحتية، سيارات الإسعاف بالأمس أخرجت سيارتي إسعاف من لجمعية الهلال الأحمر نتيجة قصف وأدى إلى إصابة 2 من الطاقم. المستشفى الآن بشكل كامل بدأت تقليل الخدمة بداخله، غرفة العمليات أغلقت بشكل كامل، مولد الأكسجين تم إيقافه وذلك بسبب تقنين الوقود من أجل الاستمرار لأكثر فترة ممكنة بالعمل من أجل إنقاذ المرضى والمصابين. كان هناك 6 شهداء في المستشفى من المرضى والمصابين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء، إلى ثلاجات الشفاء، وذلك بسبب إغلاق ثلاجة المستشفى القدس، وذلك بسبب نفاد الوقود. يعني نعمل على تقنين مادة الوقود قدر المستطاع حتى نتمكن من الاستمرار في أداء مهامنا. أيضا الطواقم على معبر رفح فقدنا أيضا الاتصال بهم بشكل كامل، وهم المسؤولون عن استلام المواد والمساعدات الإنسانية من أجل إيصالها إلى مستحقيها في قطاع غزة. والكل يعلم أن فقط يتم توزيع المساعدات إلى المناطق الجنوبية لا تشمل وسط قطاع غزة وشمال قطاع غزة. يعني نظرا لهذه الأوضاع سيد أحمد، وأيضا تحدثت حول معبر رفح بتقديم المساعدات فقط للجنوب، وحتى يعني بنسب ضئيلة جدا لا تكفي الحاجة الموجودة الملحة الآن، يعني بالتالي كيف تتعاملون مع هذا الوضع في المستشفيات الأخرى، وخصوصا عندما يتم استهداف هذه المستشفيات هنالك جرحى وهنالك أيضا نازحون؟ يعني صحيح طواقمنا تبذل جهد كبير رغم التعب والاجهاد والضغط النفسي الذي يمرون به نتيجة الإصابات الكبيرة في المستشفى، منهم أحبائهم وزملائهم فقدوا أثناء هذا العدوان على قطاع غزة، ولكن طواقمنا الكل يعلم على قدر المسؤولية، يحاولون جاهدين الاستمرار بالعمل، ولكن إلى متى سوف يستمرون برغم وجود النقص في المواد الطبية وعدم توفر الوقود؟ هناك جرحى بحاجة إلى عمليات لا يستطيعون إجراء عمليات لهم، هناك جرحى بحاجة إلى أدوية من أجل التئام جروحهم ولا يوجد أي أدوية في هذه المستشفيات. الوضع الإنساني والنازحين أيضا الذين ذهبوا إلى المستشفى يزيدون العبء على المستشفيات حيث احتياجاتهم كبيرة، بحاجة إلى ماء، بحاجة إلى دواء، بحاجة إلى أماكن للمبيت في داخلها. كل هذه دخلت إلى المستشفيات الآن، يعني المستشفيات ليس فقط للعلاج أيضا هي مراكز للإيواء، لأن مراكز الإيواء في قطاع غزة حسب معطيات وكالة الغوث الدولية هي ممتلئة بشكل كامل، وقصف معظم هذه المراكز. أيضا النازحين الذين يذهبون إلى الجنوب بناء على طلب جيش الاحتلال يتعرضون للقصف على الطرق، والكل شاهد الشهداء في طيب. الطرق على شاطئ البحر وفي الشوارع. سيد أحمد، بالنسبة للهدنة التي تم الحديث عنها والاتفاق عليها، يعني بما أنكم أنتم يعني كهلال الأحمر وأيضا صليب الأحمر ربما تتواصلون مع جهات ومنظمات حول كل ذلك، هل وردكم أي شيء بهذا الخصوص وبالتالي آلياتها تطبيقها؟ يعني صحيح لم يردنا أي شيء عن وجود هدنة، نحن فقط نعمل بالميدان في ظل كافة الظروف، نتمنى أن يحدث هدنة إنسانية على الأقل من أجل إخراج من هم تحت الأنقاض. هناك أطفال ما يقارب 1500 طفل كما أعلن الجهات المختصة مفقودون تحت الأنقاض، هناك ما يقارب 700 آخرين غير الأطفال مفقودين تحت الأنقاض، هناك من هم بحاجة إلى أدوية، هناك بحاجة من هم إلى غذاء في المناطق الشمالية. نتمنى أن تحدث هذه الهدنة ونتمنى أن تقف الحرب بشكل كامل حتى نتمكن من إسعاف ما يمكن إسعافه داخل قطاع غزة. شكرا لك المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبر.